الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، لله الصمد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله. لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. آمنت بالله، صدق الله العظيم. سبحان الله. جزاك الله جزاك الله. سبحان الله سبحان الله. بڑے خوبصورت انداز میں، بہت احسن انداز میں، بہت خوبصورت آواز و انداز کے ساتھ کلام الہی کی تلاوت فرما رہے تھے قاری سید مظفر حسن صاحب. ناظرین کرام، ہم نے اب قرآن پاک کی تلاوت کے بعد جانا ہے حمد باری تعالیٰ کی جانب. کلام الہی پڑھا جا چکا، اب شان خداوندی میں بارگاہ خداوندی